مين كتابه معه؟ سلاح الله الكامل. هذا هو كتابي المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإمام التي تزرع فيها فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير. نشكرك يا من لا تتغير، ثابت في حبك، ثابت في معاملاتك، ثابت في اتجاه قلبك يا رب. شكرا، ما في مثلك طيب وحنون ورائع، عادل وقدوس، كامل في كل صفاتك، كامل في كل طرقك يا رب. شكرا، بتتحمل جبلتنا الضعيفة، الساقطة، الخاطية، الأثيمة، لكي تقدسنا فيك وتنقينا من كل شر ومن كل إثم يا رب، ولكي تحضرنا شعب خاص إلك، غيور لأعمال حسنة، شعب يعرفك، شعب يولد منك، شعب تحل فيه بروحك يا رب، شعب يعظم اسمك كل يوم، تكون أنت موضوع هيدا الشعب يا رب، أنت لهج قلب هيدا الشعب، شعب يعرف يهتف للي فداه واللي اشتراه بدمه. مجد اسمك في هيدا المساء يا رب، في الكلمة، في التأمل، انطق من خلال عبدك بكلام الحياة لقلبي أولا يا رب، ولقلب إخوتي، وللي بعد ما عرفوك أيضا يا رب. اجعل فيها الكلام خلاص وبناء، شفاء وتعزية، تحرير وانتصار باسم المسيح. تفتح بصيرتنا، تسلط عيوننا وأرواحنا، وتسلط الضوء على حقك في هذا المساء، لكي جميعا نتبارك ونخرج بقرارات جديدة، بحياة جديدة، بمستقبل جديد، باسم المسيح نعطيك كل المجد. آمين. تفضلوا يا أحبة. نفتح من رسالة يعقوب، القديس يعقوب بعد رسالة العبرانيين. رسالة يعقوب صح الرابع، يعقوب 4. فتحنا، من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون، لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. أيها الزنات والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا، الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد؟ ولكنه يعطي نعمة أعظم، لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم. اتضعوا قدام الرب
فيرفعكم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. عايشين بعالم شايفين يا أحبة مليان حروب، خصومات وإرهاب، ناس بتقتل حالة، ناس بتقتل غيرة، ضاعت الميازين، ما بقى في شيء منحسه له منطق، في شيء فاق المنطق، إنه إنسان يفجر حاله ويقتل غيره بريء، بيتبع إنسان، بيتبع إنسان وهالإنسان بده يموت، وهالإنسان ممكن يكون عنده مشكلة بعقله، ممكن يكون عنده انحراف بمبادئه، بديانته، باجتماعياته، بالبيئة اللي خلق فيها. لأن الإنسان الواعي المفكر، الإنسان المتزن الموزون، الإنسان اللي بيعرف أنه إنسان، حتى لو اعتبرنا ما بيؤمن بوجود الله، بس أنه عنده شيء من الإنسانية، بيقول لك ما حدا يقرب لي، أنا ما بقرب لحدا، لا بأذي حدا ولا حدا بيأذيني، هيدا كإنسان عادي. يعقوب هون عم بقول، قال من وين الحروب؟ نحن هلأ عم نشوفها على صعيد دولي إقليمي بالعالم، بالقارات عم تمتد، لكن منين بلشت؟ قال من لذاتكم، أمور تتلذذوا فيها. قال من أعضائكم، من شهواتكم. قال من أمور أنتوا شايفينها مهمة بحياتكم وعم تسعوا وراها. إذا بتتذكروا يا أحبة لما كنا صغار، أول شيء عملناه منعرف أنه غلط، حتى ما سميه خطية. قال بنظر الله كل شيء خطية، كل ما ليس من الإيمان بقول الكتاب هو خطية خارج الإيمان. لكن تنقول أنه أنا ولد بعد ما عندي هالتمييز، أول مرة كولد أي واحد منا سرق من بيت أهله شيء مش لقله، شو صار بقلبه؟ هذا بيتذكر؟ أنا بتذكر. كم واحد ضربه قلبه، حس عمل غلط وبلش قلبه يدق، ما حدا يشوفني، ما حدا يحس فيي، ما حدا يعرف، هذا مثلي ولا أنا شاذ؟ في مين مثلي؟ أنا كنت عايش عند بيت جدي، عشت فترة طويلة بمدرسة داخلي، حرمت من أهلي. لما صارت حرب 75، ابن خالتي طلع نزلني من المدرسة، كنت ببرمينا، فالمدرسة حتى وقفت، انشلت سنتها، كنت بقتها بالساتيام، فنزل جابني، شفته أنا بطل هيرو، إنه قصف وضرب، ابن خالتي طلع جابني، بي ما طلع جابني، أمي ما طلعت جابتني، فجأت، يعني آخر إنسان فكر إنه يطلع يجيبني. المهم فرقت الحرب سنة سنتين، كنت عايش مع ستة، عندهم كان بيقولوا له بار، هو مش بار بس كلبة ثقيلة، بس أنا وقتها كنت أخذها عبراء، إنه بار مثل خزينة خصوصة بينحط فيها كل أناني الويسكي والفودكا والشامبانيا وال 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 مليان 20-30 أنيني ما بعرف شو بدك فيه. فأنا كأول طلعت 12-11-12-13، شوفوا أنا من وقت لوقت عمي بيسكبوا بيشربوا، خالي يشرب، العائلة إذا اجتمعوا، فصار عندي حشرية ما بنسى، انطرهم كلهم حتى يكونوا مشغولين، خالي بالشغل مثلا، ستي عم تطبخ، أمي بالشغل مثلا، افتح البار، افتح القنينة واكرع شوي شو طعمتها، سكر بسرعة، بس شو يصير فيي؟ تتذكروا؟ عارف حالي عم بعمل غلط، بس وين الموضوع؟ صرت بدي ذوق القنينة كلها، ما بدي خلي شي يفوت علي. فكل فترة نيجي يلقوا القنينة عم ينزلوا، عم ينقصوا كل شوي، هيدي على تفاح، هيدي على نعنع، هيدي على موز،
مهم. فكل ما أعمل الشغلة قلبي يضربني، بس كبداية كانت فظيعة. مدام أمي كانت شايلت لي عندي إجة، مع أنه لا إلي الإجة، شايلة مصاري. في مرة عزت مصاري مش مسهلة معي، وهي ما كانت، خلعت الإجة وأخذت. شوفوا الإنسان الغبي، كانت شايلة ليرات فضة، إذا بتتذكروا كيف الليرات الحجر القدم، كان في ليرة ونص ليرة، إجوا فترة منه الفضة مش كروم، فضة أغلى من الكروم، وأنا ماني عارف. رحت اشتريت بالعملة الفضة شوكولا وجلول وشوكو برنس، ولما مديت إيدي كمان، أنا شو قصدي أقول؟ الإنسان إذا بيراقب نفسه أول ما بينحرف ببلش يفوت بعالم العصيان والتمرد ويتخطى حدوده ويفوت على حدود الآخرين، بيعرف إنه عملها، بيعرف. أي خطية بلشت فيها بتعرف بينك وبين نفسك إنه هيدي الله مش راضي عليها. بس الإنسان لأنه هرب من محضر الله، بالنسبة له كلنا هيك وكل الناس هيك، وإذا ما بتكون هيك أنت شواذ عن غيرك، كيف بدك تعيش بين هالمجتمع؟ وإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. طب مبسوط أنك تكون ذئب؟ بدك تقول لي ما بعيش، قد إيه بدك تعيش؟ عارف الذئب ما عنده راعي؟ ما عنده راعي إذا انجرح، إذا صار له شيء يهتم فيه؟ الخروف عنده بس الذئب ما عنده. فيعوب عم بيقلنا اللي شايفينه بالعالم هو حرب بداخل الإنسان ذاته، صراع ما بين إنه يعمل صح ويعمل غلط، صراع إنه يوقف الغلط ويقدر يستمر بالصح. وهيدا مش حكي إنه أنا بدي أعملها، مشتاق تعملها، حابب تعملها، الرب شايف قلبك، بس فيك تعملها؟ لا لا. وبيقول قال بتطلبوا من الله رغم انكم عايشين بهالجو، حروب وخصومات ومشاحنات بيناتكم ومنازعات، قال عم تطلبوا ما عم بتلاقوا نتيجة. شفتوا ليه الانسان آخر شيء بيستشرس وبيعيش بالشر؟ لأنه مش منتبه إنه هو عايش على راسه من الأساس ومقطوعة علاقته مع الله. طب كيف الله بده يسمعك وإنت كسر له وصاياه وكلامه وفايت بالعرض ومش عامل حساب إنه ممكن هالشي يقهره يغضبه يزعله؟ إله قدوس، من هيك تلاقي الإنسان بياخد طريقه ويلا بعمل اللي بدي إياه، هيك الله مش سمعني أنا لك، أنا بعمل اللي بدي إياه، ولو الله فرجيني حاله. مضبوط الحكي؟ الإنسان المخلص يا أحبة يلي حابب يرتاح من جوا، الله شايف قلبه. الله قال من السماء أشرف. يعني تصوروا النبي داود عم بيشبه الصورة كأنه الله بمجده وعظمته، مش هقول قصره، اعظم من القصر، ماشي، القصر بعده محدود مهما كان كبير وواسع وفخم ورائع وفي اشياء رائعه، مش مثل السماء. قال لكن اشرف، تفهمنا انه على صورتنا، قال اشرف يعني كانه طلع على الشرفه تبع السماء، قال لينظر لبني البشر هل من فاهم طالب الله. هون الكتاب عم بيقول يعقوب قال تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. شو طلباتك؟ رغباتي وشهواتي وملذاتي، يعني احلى سياره، سوري عفوا، احلى حرمايه، احلى ساعه، احلى بيت، احلى تياب، احلى سرمايه عطيها اجلك، احلى قصه، احلى سنسيل، احلى عشره. شو عم تطلب؟ اشياء وأمور زمنية
فانية وقتية. لكن الرب شو عم بقول؟ قال هل من فاهم؟ من هو الفاهم؟ قال طالب الله. قال يا رب أنا بدي إياك أولا، جبتني على هالدين بدي أعرفك. تعرف الله ما عنده مشكلة تتحاجج أنت وياه. بقول بأشعياء هلما لنتحاجج، يقول الرب هلما لنتحاجج. قال إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدود تصير بيضاء مثل الصوف. إن شئتم وسمعتم وأطعتم وخضعتم تأكلون خيرات وخير الأرض، لكن إن أبيتم وتمردتم شو؟ تؤكلون بالسيف. القضاء رح ينزل عليكم لأن فم الرب تكلم. ويا محل السيف هون، ماشي هذا السيف هون، هون السيف بيخلص، ضرب وقف، بس في الجحيم الضربة ما بتوقف، ضربات متتالية إلى الأبد. عم بتفتش على شهواتك وملذاتك وأمورك الأرضية وملكوتك الأرضي، وتكون أنت ملك على هالملكوت، وتجرب تعمل حاشية حواليك من أمك وصديقك وخالتك وابن خالتك وابن عمك، وتعمل بوطة لحالك وأنت بتكون البوس. وبعدين خبرك شيء، إذا بتقرأ بالعهد القديم بسفر القضاة يلي كانوا عايشين هالأمور وهالحياة من بداية الخليقة لهلا، هن كانوا ولاد شوارع، سامحوني عفوا، بتلاقيهم على طول عايشين بالشوارع، انت صاحبي وانت تاع ومنقعد سوا منعمل. بنيامين كان في صبط من أصباط إسرائيل 12 اسمه صبط بنيامين، كان في بوطة زعران من هالصبط بالشوارع بيراقبوا اللي رايح واللي جاي، هيدي رايح وهيدي وين جاي، تيشوفوا اذا في شيء هيك خرج شهوات وانه رغباته كانوا يعملوها. عملوها مره بزلمه اخذ مرته ومسافر، تركته وهربت عن بيت اهلها، راح تيرجع على معطر هو وراجع بالليل، ما كان حدا يميله لعنده يقول له فوت نام عندي بسفر القضاة. تميل عند واحد ختيار، شافه شاف الختيار عليه، قال له فوت أكلتك علي ميتك علي ما تبعت الهم. شافوه هجموا وأخذوا له مرته لهالزلمة وكبوها تاني يوم قدام بيته ماتت وجه الضوء، طلع عليها مرته ميتة. تعرفوا من جنونه شو عميل؟ رجع المعتر، سافر سفر أيام وأيام إذا مش أسابيع تيرجعها، بالآخر بيلاقيها جت هامدي قدام بيت الزلمة، شقفة 12 شقفة من قهره، يعني محلة داعشية بس هو عملها من قهره مش عملها، 12 شقفة وزع على أصباط إسرائيل 12. يعني ما تيخزوني لما الإنسان بيوصل على المرحلة بالعالم، يعني هولي ناس ما عنده القضية، هولي ناس بدهم يسيطروا ويسودوا محل الله، نفس اللي عمله إبليس. أنا بطلع على جبل الاجتماع وأصير مثل العلي وبحكم العالم، أنا بدي أحكم، أنا بحلل وأنا بربط وأنا بشيل. مينك أنت؟ أنا ما أنت مخلوق مثل ما الملائكة مخلوقة، نحن كمان بشر مخلوقين صح؟ فهيدي الأمور بتبلش فينا من جوا. بس أنا قديش صادق وشفاف مع نفسي بدي أتغير. اللي انا قصدي اقوله، منبلش نحن وصغار باشياء صغيره، بس كل ما عم نكبر، كل ما عم يكبر عياره، كل ما عم تكبر الرغبه باشياء اكثر، مثل اللي علق بالدخان، بلش بسيجاره. انا بتعرف كيف بلشت بالدخان؟ بورقه تواليت، اجلكم لف ورقه تواليت، فوت على الحمام، ما حدا يعرفني، وبلش شحار، سامعين بالشحار؟ شحار كبه من الشباك، منيح ما كان في حدا تحت، كبه من الشباك. هلا الحمد لله ما عدت علقت، بس كيف هيك بلشت؟ بعدين اسرق سيجاره من هون ومن هون ومن هون، بعدين صرت انا 16 17 سنه يا ارض اشتدي ما حدا قدي، حط علبه الكانت، بعدين لقيت مش قادر على الكانت صرت اشرب سيدرز. شفتوا الانسان كيف ببهدل حاله؟
انه انا رجال، انا سيجاره بجيبتي مين قدي. هيدي كلها يا احبه بلشت من السقوط، انه هو الانسان يبين. وهيدي مش مشيئه الله انه تعيش بفخر وكبرياء. اذا انتبهتوا على القراءه بيحكي قال على المستكبرين اللي شايفين حالهم، قال اتضعوا قدام الله. بدك تتواضع يا خيي، ما فيك بكبريائك تجي لعند الله الكلي القدرة والعظمة تقول له مش عارف مع مين عم تحكي. هيك كأنه يمكن ما تعملها حرفيا، بس ما انت جاي مشنفخ انه جاي نصلي له ونعبده، مش عايزك. لك الملائكة صدقني، الملائكة ما فيها توقف عبادة. اذا صحينا نحكي على توقيتنا نحن البشر على الارض 24 على 24 7 على 7، ما فيها توقف عبادته. قد ما جذاب وطيب ورائع، كل ما ان هن قدامه عم بيشوفوا امور عم تطلع من شخصيته، من حبه، من 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 لطفه، من طيبته، من كماله، مش قادرين. اذا بتقرا بأشعياء 6 قال هيدا الملاك عم بينادي، هيدا عم بيقول له قدوس قدوس قدوس، هذا بيقول له قدوس، مش قادرين يوقفوا. رب الجنود مجده ملء كل الارض. طب ليه؟ لان السماء ما بتزهق، جهنم اللي بتزهق. رح تزهقك من الالام والاوجاع والنار والالم والعطش والرعب والخوف. لا تحت لا في بريجيت باردو لا مارلين مونرو، كلهم هوليك تحت ما رح تشوفهم هوليك. اذا شفتوا الموميات كانه المومية عم يتعذبوا بالنار. ما في جمال بجهنم، طمن بالك. ما رح تشوف جمال. اذا نقطه مي ما في بدك تشوف جمال. يعني عفوا عفوا، بتعرفوا نحن هون البشر اذا انقطعنا من المي من الصيف شم ريحه الناس، مزبوط؟ قديت بهدلنا بالمي، شرايط مي شرايط مي. في ناس صارت توفر تغسل وجهها وتفرش سنينها وتغسل اجريها وتتحمم، مش ما في مي. المهم يشربوا ويطبخوا اذا لحقوا يعني، وشم الروائح وتفرج على المناظر، بتلاقي الدهن والعرق اسود عم ينزل منه. طب كيف بمكان ما في نقطة مي رح تشوف جمال تحت؟ الله شايف قلبك وشايف قلبك. قال أشرف من السماء. ليك قديش المسافة من فوق لهون. نحن إذا بدنا نحكي بعالمنا وبمقاييسنا، خليني أقول لك بالكون، الكون تبعنا مجر درب التبان اللي احنا عايشين فيها، يلي فيها النظام الشمسي 9 كواكب والقمر تبعنا، والكواكب الضخمة يلي في منا أكبر من شمسنا بمليون مرة. انتبه، في شموس أكبر من الشمس تبعيتنا بمليون مرة. الكون مجر درب التبان اللي احنا فيها. حدا شايفها شي مرة هالصورة مجر درب التبانة كيف بتمشي؟ ما بتطلع راس دبوس بالكون. قل لي الله كيف شايفك وشايفني؟ إذا المجرة يلي فيها مليارات الكواكب والأنظمة، أنظمة ما حدا بيقدر يعدها 100%، العلماء بيقدروا هالقد أعدادها، بيحطوا لك رقم. أين الحكيم؟ أين المباحث؟ وهنني هولي هني هيك مخمنين. الله كيف شايفك؟ تعرف ليه؟ لأن كل الكون ما بيعني له، أنت اللي بتعنيه. قال لينظر، لينظر، كلمة ينظر يعني جاي عم بيطلع على شخص معين تيشوف مين؟ فاهم، ذكي، واعي، صادق، طالب الله. تفت شو بدك؟ من هيك يسوع قالنا بمتى اطلبوا أولاً ملكوت الله وبر الله، لأنك ما أنك بار، أنت خاطئ. سمعنا من القراءة أيها الخطاط أيها الزنات والزواني، قال بتحبوا العالم راكدين ورا شهواتكم، قال اللي بيحب هالأمور قال صار عدوا لله. شفت الله مش سمع لهم هيدول؟ لأنه أعداء، هن فاتحين باب العداوة. انتبهوا، مش الله، الله ما فتح باب العداوة على حدا. طيب ما هو بي
بي صالح كلي الصلاح، بس أنا بسبب شري وحبي للخطية فصلت حالي عنه. أنا أخذت هالمبادرة مش هو. لكن بعده عم يتطلع، هذا فهمين بده ياني، كأنه عم بيقلك أنا محتاجك، مع أنه مش محتاجنا انتبهوا، بس من محبته لأنه خلقنا نحن بنعنيه له كتير. منك بيم أمرك، تصور طلع من السماء تيشوفك يلي من المجرة كلها ما بتطلع راس دبوس بالكون اللي هو خلقه، كيف إيشعك؟ لأنك أنت صنع إيديه وخلقك على صورته ومثاله، مش انفجار كوني أوجدك أبدا. ما في شيء اسمه بوم بوم وجد خليقة ذكية منظمة واعية عندها قدرات مش طبيعية. لا، قال الجاهل في قلبه ليس إله، لا يوجد إله. هيدا جاهل بعمل حساب الله، بس الفاهم يا رب أنا بدي أعرفك، أنا بدي إياك، أنا بحرب يا رب، أنا بداخل حروب شهوات وملذات ورغبات، أنا بريدك. تعرف الحل دايما مش تهرب من الله لما بتكون هيك، ما تفكر الله رح يقرف منك اذا جيت لعنده مثل ما انت، او انه رح يشوف حال مينك انت ولا جاي لعندي هالمرت الوسخ انت، روح 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 شوف لك شغله. ابدا، بقول يسوع من مين ما كان، من يقبل الي. لاحظت؟ ما حط شرط انك تكون نظيف مرتب مزبط حالك، تيابك حلوه، صباطك ملمع، عامل شيء اعمال صالحه، صايم كتير، مصلى كتير، قاري كتير مثلا بالكتاب المقدس. لا 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 ابدا. من يقبل الي لا اخرجه خارجا، ما برفضه. بس كيف يقبل الي؟ مثل ما كان عم يحكي خينا فارس، انا بحب الله وانا بجي لعند الله وانا بدي لي كلها لالي. الله خلقك، خلقك بطريقة تعيش لإله بقداسة وطهارة لأنه قدوس. ما فيك تعيش بعداوة وتقوله أنا بدي إياك، ما أنت كاسر كلامه ووصاياه وشريعته، ما مخلى شيء. شفت لي صلواتك ما بتنسمع، إذا شي مرة استجاب لك عفوا عفوا، أو افتكرت شي قديس استجاب لك، أو شي نبي استجب لك، عفوا مع احترامي لهولي، أنت مخدوع. الله اللي عم بيفتح عم يعطيك هالفرص. بس في أحيانا انتبه، في أحيانا إبليس بيفتح لك أبواب تضيعك أكثر ويبعدك عن أساس الكون، أساس الخليقة. بكر كل خليقة، بكر من الأموات ربنا يسوع المسيح. هيدا هدفه. تبي بحط لك القديس اللي بدك اياه، والنبي اللي بدك اياه، والمصلح اللي بدك اياه، والشخص العظيم اللي بدك اياه، والمستقبل اللي راح اللي بدك اياه، بس بعد عن يسوع، بعد عن يسوع. بتعرفوا ببلاد برا بالمدارس، صوروا بالمدارس، عيب قولي عن المنبر صدقوني، سمعته ما صدقت، قال حتى يتجنبوا انه يصير في حبل للبنات بالجامعات وبالمدارس، قال سمحوا بالوسائل اللي بتمنع الحبل، وفهمكم كفايه، وبيمنعوا يكون في جماعه بهالمدرسه او بهالمدارس تحكي عن يسوع والانجيل اساس هالجماعه. ممنوع هوليك، مسموحين ايه يزنوا ويتزعرنوا، بس بنعطيهم احنا طرق حتى ما يقعوا لبعيد ويجيبوا مصايب، انه بعضهم طلاب حرام يتمتعوا معليش، بس انه يخلفوا يجيبوا ولد من وراها، فبنعمل لهم طريقه، بس انه نحط يسوع بالمدرسه ما حدا يجيب سيره يسوع. حزب ايه مسموح، حزب معلوم، نادي رياضي معلوم، نشاطات ارتس فن معلوم، بس يسوع ما بدنا اياه بالمدارس. حدا واعي له النقطه شي مره؟ حدا منتبه له؟ سألوني.
هيدا العالم يا أحبة. نادرا ما بتلاقي مدرسة خاصة للدولة، إذا خاصة بالدولة، بتلاقي إنه يسوع فيها أساس. ما في، ما تجيبوا لي سيرة يسوع بيعمل مشاغبات اسم يسوع، بيولع الناس ببعضها، مع أنه أولاد يسوع اللي بيعرفوا يسوع خواريف بالمبدأ. ما بعرف إذا في حدا حاطط راس خروف وهو من تحت راس تيس، ما بعرف يعني مغبى حاله. في ناس لابسين أقنعة، الله يرحمنا، بس بالمبدأ أولاد يسوع خواريف طيبين، بحبوا الناس، مسالمين، منهم مشاكلجية يعني، مش صح أصحاب مشاكل، بس ممنوع. ليه؟ لا نريد أن هذا يملك علينا، لأن هذا مخطط شيطاني. راح أقرأ آية من يعقوب 3 وبتحكي عن اللسان. لكن يعقوب 3 شو بيقول؟ قال: فاللسان نار، هو ذا نار قليلة، أي وقود تحرق. نار صغيرة مزبوط، قد ايه؟ تولع الدنيا. قال: فاللسان نار، انتبه، عالم الإثم، عالم الشر، وهيدا أصغر عضو. قال: هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون. بيولع العالم. ويضرم منين؟ يضرم من جهنم. يضرم من جهنم. تعرفوا انه في بالجحيم مؤامرات على البشر، وخاصة على كنيسة الرب في مؤامرات، نحن مش منتبهين. مثل ما عالمنا نحن هون يا أحبة، في عصابات ومافيات ودول بتعمل مؤامرات على دولة، على مكان معين، تيستولوا، حتى يسيطروا، تيسودوا. بتعرفوا الشيء مزبوط، بنشوفه نحن مع عالم الشياطين نفس الشيء، بس على أعظم، على أحتل، على قدرات، إنه بيستخدموا هالبشر تينفذوا ويقربون. بس مين بيستخدموا؟ الإنسان اللي ما بيعرف الرب واللي ما بيعرف كلام الرب، من هيك عرضة يكون بيد إبليس. لأن من وقت اللي إبليس سرق السلطان من يد أبونا آدم وأمنا حواء من بدء الخليقة، هو سيطر على العالم، سيطر على ذهن الناس وأسلوب تفكير الناس بالنوايا العاطلة والزنون والانتقام والرد الصاع صاعين والسن سنين والبادي أظلم. نين هاو إجت كلها؟ مؤامرات حتى إبليس يدمرك يا خيي، ويقتلك ويقتلك، وبالآخر تفتح عينيك بلحظة ما معك حسابها ولا عمل الحساب، في جحيم أبدي، في جحيم أبدي. بكتلي أنا هلأ عايش، أنت هلأ عايش، بس فيك تكفل. أنت على المنبر تضلك عايش؟ أنا بكفل هلأ أنا على المنبر ضلني عايش؟ ما حدا بيكفلها. قال: ما هي حياتكم؟ بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. بتقول أنا وياك ماشي ماشي. ففي مؤامرات بتمرق عليك أنت بعيد عن الرب، بتلاقي الشيطان عم بيغريك بأمور وبيعرض عليك أشياء تضلك مثل ما أنت بخطاياك، وبتجي ساعة أجلك ومش قادر تأجلها، تكون راحت فرصة خلاصك للأبد. واللي عم بيعملوا على صعيد عالمي كمان، دول على بعضها، دول على بعضها. وخليني أقولكم، نحن قليل اللي بننتبه لها النقطة. أغلبية رؤساء العالم يا أحبة، انتبهوا، بيتعاطوا مع ناس بيحضروا أرواح وعرفين تيديروا سياستهم. معكم خبر؟ شفتوا ليه العالم خربين؟ عم يستشيروا جن وأرواح الشياطين، ملائكة ساقطة عدوي لله، وهوليك ملتمين، هوليك يعني بيظهروا بطرق ما حدا رح يشوف انه هن على حقيقتهم. الشيطان بقول عنه الكتاب، قال: يظهر كملاك نور، بس هو مش هيك، هو ملاك ظلمي. بيظهر كملاك نور، يعني بيقلد ملائكة الله احيانا، من هيك بينخدعوا، بتلاقيهم اغلبيتهم بيستشيروا هالاشخاص تيعرفوا
وإبليس شو عم يعمل؟ بولع العالم ببعضه. وأحيانا بيستخدم هالأسلوب معك بدون هالأمور، بيجيك بطريقة أنت تفكر بإشياء غلط، وبيعرض عليك بطريقة أنك أنت عم بتقولها بالضمير المتكلم، أنت شيء بترغبه، تفكر حالك أنه أنت يعني بدك إياه، بيكون عم بيغذي هالرغبات فيك وعم بيشجعك حتى تمشي فيها. لذلك بتلاقي حالك أحيانا بتمد إيدك على إشياء مش لإلك، تمشي بطريق مش لإلك، بتاخد قرارات ما خصك فيها، بتتسرع بإشياء بتوقعك بمتاهات. المهم وين؟ تضيع عن عالم الله، تضيع عن قصة خلاصك، موضوع خلاصك الأبدي، إنه يوجد لك خلاص، يوجد لك حياة، تتعيش بطريق توصل بالأخير لحيط مسدود. ومش منتبه وراسك تعبى يا سياسة يا اقتصاد يا اجتماعيات يا جسديات يا شهوانيات يا سيارات يا أمور أرضيات، كلها شو راسك معبى؟ أمور أرضية زمنية بحتة، خليك ما بقى في محل براسك لموضوع خلاص نفسك. من هيك في ناس لما بتحكون برا بتحسه ما عم بيفوتوا لحرف، ولا حرف عم بيفوتوا براسه. ليه؟ راسه يا خي هولي صهاينه، هولي اصلا يهود، هولي ليكوا لمن واصلين، نازل على جهنم المعتر وبيحكيك هولي صهاينه جايين يحكونا عن المسيح، ولك لك روح يا عمي روح، انتم ما معكم خبر. مره لتقدي واحد قومي من القوميه، اتفاجأت بهالروح اللي عنده، يا يسوع من كل تعصب وبكل لأمنه وبكل جفاصه عم بيدافع عن القوميه، وانا مش عارف عم بيدافع عن القوميه. بعدين عرفت، انا اقول ليش محتد الاحتداد، غسل دماغ مش طبيعي. المهم ما تفكر بخلاص نفسك، المهم ما تفكر في جهنم، ما تفكر في سماء، ما تفكر في نار، ما تفكر في آخرة. عيش عفوا، ما الكل عفوا، مثل الحيوان لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. خي المهم ناكل ونشرب بدني لحين عايديك. مين قال لك ليحي؟ قديه بدك تعيش هون؟ قديش جدك وين؟ بيك وين؟ امك وين؟ نحن صرنا عايشين بعصر الا ما حدا خسر حدا من اهله ومن قريبينه، يا باحداث يا بامراض. من هيك الله قال، بيقول هل من فاهم؟ حابب تكون هالليله شخص فهمين مثل ما الله بيشوفها؟ تعرفوا أنا صار معي شيء خبرته مرة لما عرفت الرب 86، قبل هالفترة وصلت لمرحلة تعبت، عارف حالي إذا أنا موت على جهنم، وأنا ما بدي جهنم، وما كان عندي معلومات جهنم مثل ما هلأ. إن هلأ إذا بدك تعرف معلومات عن جهنم حكيني بعدين بخبرك، أحسن ما تطلع الوعظة كلها هلأ يعني ليلي ما تنام، صدقني ما بتنام. ف ما بدي انزل على جهنم، بس نار ما بدي اياها، ليش بدي اتعذب؟ طب ليه؟ فحاولت انا بطاقاتي اني اتحرر واخلص من الخطايا، مفكر انه اذا انا ببطل وبعمل مستحيل مستحيل. اذا بتقرا برومية 7 القديس بولس شو بيقول؟ قال اريد ان افعل الحسنى، بدي اعمل منيح، قال لست اجد، مش قادر. قال ارى الشر حاضر امامي، قال أرى ناموس شريعة يعني موجودة فيي، قال عم تسبيني للخطية، عم تجذبني. كل إنسان بتعرفوه في خطايا مسيطرة عليه أكتر من خطايا، مثلا بيتعاطوا مخدرات مسيطرة عليهم أكتر، بس بتوصلهم بعدين يا للسرقة أكيد تيسرق يقدر يحشش أو يقتل. الزاني كمان بتوصلوا للكذب والنفاق والاحتيال والمراوغة، وبتلاقيه مش مزبوط. هلا معنا في منهم بلشوا يمكن بنية طيبة، انه انا بلشت اساس انا بدي الحب، انا بدي مين يحبني ومين يشفق علي وحس بالحنان، وبعدين انا خربت وفلتت. قلت لكم بتبلش صغيرة، انا لما بلش انا صغير كلمة حيوان، يا يمكن ولادي هلا بابا سبني خيي شو قال لك؟ قال لي ديك. شو يعني؟ يعني حيوان. اذا قال له شو بك يا ديك، دغري صغير شو بيخدها؟ انه قال لي حيوان بيتشكع خيه،
ذكروني أنا وصغير كلمة حيوان كانت إنه خطية. تعرفوا هيدا الرب قالها بمتى، قال اللي بيقول له لخيه الإنسان راسك فاضي بلا مخ، قال بيستوجب الموت. رقى راسك فاضي، يعني فاضي قدين هقول معقول يا راسك؟ عيب، مصطلحات ما بتليق فينا. معقول يا راسك شو يعني؟ يعني راسك فاضي بلا مخ انت. يسوع شو كمل؟ قال من قال لأخيه الإنسان يا أحمق، مش راسك فاضي، عفوا مجدوب مسطول، قال يستوجب نار جهنم. شفتوا اللسان عم تحكي انت كلام، مين مغزي لك ايه؟ مؤامرة شيطانية، رد له اياها، فرجي قيمته، خليه يعرف مين هو هو. بس شو عم بصير؟ هو اللي عم بيتوسخ. قال يدنس الجسد كله اللسان، بقول الكتاب بيعقوب هون، قال هيدا اللسان قال بيدنس لك جسدك، بصير كل جسدك مدنس. ليه؟ لأنه عم بيخليك اللي عم بتقوله تعيشه وتمشي وراه وتكون أدى. يعني إذا عصبت ونرفزت وعملت أدى، بدك تكون أدى، ما تبين أنك أنت مش رجال، بتعمل الشر وبتعمل عشرة. ليه؟ بيّنت أنك رجال بس وقعد بالفخ، فخ إبليس، فخ إبليس. بقول كتاب يا بطرس، قال إبليس خصمكم عدوكم، يعني ناوي عليكم، ناوي بس حتى يوقعك. قال يجول يلتمس بس ليشوف حدا يبلعه، هو تيبلع حدا، يعني بده يبلع حدا. فليش تروح عليك؟ ليش تعيش مطمش وأعمى وماشي؟ فأنا لما وصلت هالمرحلة صرخت للرب، قلت له يا رب وين الحقيقة؟ ما عم بتغير أنا، إذا هلا متعجلنا والله نجيني كذا مرة من الموت. خبرتكم مرة أزيفة فاتت على البيت اللي كنت نايم فيه أنا وأمي وستي، فزت الأزيفة إجت على تختي، وعيت أنا مش قادر أوعى، كان نومي تقيل، وعيت على ريحة البارود والدخان بالبيت. أمي أول شي افتكرتني متت، قد ما نومي تقيل ما كنت أوعى، سام، وعيت أنا مثل مراوبة. شو فيه؟ الدنيا دخان وبارود، مش قادر أتنشأ، ما في أكسجين، طلعت على مدخل البناية وما في تاني طابق كنا. ومرة رصاصة طايش اجت حدي، هو اللي أنا أشعتهم، ما عاد اللي ما أشعتهم. وقلت لكم مرة شابين خطفوني بسيارة، الله بيحبني خلصني، بس شو خلصني؟ تضلني مثل ما أنا؟ تضلني محتال وفي الناس وأونطجي وكذابه؟ لا لا. قال أتستعين بغنى لطف الله؟ بقول بولس برومي، أتستعين بغنى لطف الله وإمهال الله بيعطيك مهلة وطول آناته؟ طول باله عليك وعم بئن، شايفك عم تخطي قدامه وهو عم يتألم، فكرك الله بلا إحساس لما بتخطي؟ لا، أنت عم تطعنه، أنت عم تحط له مخرز بعينه، أنا عم بكسر لك كلامك. إذا ما كنت عارف هلأ أنت بنت عارف، إذا أنت ممكن تكون حساس أنت. أنا عندي صبيان، كل واحد بعقل، الكبير حساس لطريقة بطريقة متعبة. قلت له كان لازم سميك متعب مش دانيال، عن جد قلت له أنت كان لازم سميك متعب، متعب قد ما حساس متعب. طب إذا هيدا ولد وحساس، الله قد ايه حساس؟ قال عيناه أطهر من أن تنظر الشر. شفتوا لي يسوع صرخ على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ما قدر يطلع بالشر اللي كان على يسوع، شري وشرك وشريك. كابن الإنسان، إذا بدك تحكي باللاهوت في ناس حسن ما يروحوا لبعيد، عم بحكي أنا كابن الإنسان. يسوع عم بيحكي الآب، مش معناتها إلهي يعني هو منه إله، لا، عم بيحكي إله كان أخذ محل الإنسان، لأنه هيدا موقعي وموقعك وموقعك نكون متروكين هون وفي الجحيم، في الجحيم للأبد، لا رحمة ولا شفقة ولا شيء. من هيك صرخ، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ليه تركتني؟ حتى نحن ما ننترك إذا بنرجع له. فأنا قلت له يا رب قل لي الحقيقة وأنا مستعد اتبع الحقيقة، بس أنت قل لي وين الحقيقة. أنا ما كنت عارف
هالآية اللي بتقول الله أشرف من السماء على بني البشر لينظر تيشوف مين؟ هل من فاهم ذكي واعي طالب الله؟ طلعت ذكي مش عارف. عم بحكي جد بتجرد. بعدين انه ربشة في قلبي انه انا بدي اياه. قلت له يا رب انا وبدموع بدي الحقيقة منك. قلت له انا يئست من مسيحيتي. صدقوني يئست من مسيحيتي. عم روح على كنيسة بسمع القداس الانجيل عم ينقرأ ببكي بقعد اول بنك حتى ما اتشوش. لانه لما كنت تقعد ورا بتشوش حكي ومواعيد وطحنك. قرب لقدام حتى ما اتشوش. اطلع من الكنيسة تع 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 بعدك عبد لالي. يئست. قلت له وين الحقيقة؟ بدي اياها عقطع راسي. بدك عيش بطريقة معينة حافي بجنفيس على الجمر على الشوك اتقشف بالأكل. يعني بدك هيك بعمل بس قل لي وين الحقيقة. مثل ما كنت اسمع قل له. حتى قلت له إذا خارج الديانة المسيحية أنا بقبلها. بس أنت تقل لي. أنت مش حدا يلعب لي براسي. أنت تقل لي يا رب. أعرف أنه هيدا صوتك. هيدا أنت. ربشي في قلبي. وما تركني. نطرني تستسلمت وكنت مستعد اني فعلا سلم وتسليم كلي. لانه احيانا بتعرف الرب اللي بيطول باله علينا. لانه بعد الانا على عرشون. الانا. انا بقرر. انا بفهم. انا بعرف. انا بشوف. انا هيدي عجبتني. هيدي ما عجبتني. هيدي فوق. هيدي تحت. اذا ما وصلت لمطرح الصفر. الله الواحد الوحيد ما راح يوقف حدك. فهمتني؟ إذا ما صرت صفر قدام وقلت له أنا ماشي هو الكلي الواحد الوحيد ساعتها بيوقف حدك. ساعتها بصير إلك رقم. مش كرقم. بصير إلك قيمة. لأنه حدك. هيك داود بيقول جعلت الرب أمامي لأنه عن يميني فلا أتزعزع. فلا أتزعزع. حابب الليلة تعرف الإله وتتحرر من هالحروب اللي عايش فيها. حتى ما توصلك بعدين لحروب بحياتك وحروب مع العالم وتوقع بمطبات وتلحق بشر عندهم أجندات وسخة وعندهم رغبات هن يتعظموا وهن يرفعوك وبيوعدوك بإشياء وبالآخر شو بيموتوك تيطلعوا. مش مثل يسوع مات تيطلعك. من هيك شو بقول يعقوب؟ قاوموا إبليس فيهرب منكم. كيف تبك تقاوموا الإبليس؟ اقترب إلى الله. اقتربوا إلى الله فيقترب منكم. اقترب من الله. هذا المسألة. قل له يا رب أنا بدي أعرفك. إذا يسوع الطريق أنا بدي أمشي هالطريق. إذا يسوع الباب أنا بدي فوت من هالباب. إذا يسوع الحق بدي أترك الباطل اللي أنا عايش فيه اتبع الحق الحقيقي. ليك يسوع بقول انا هو الباب. ان دخل بي احد فيخلص. فيخلص. حسم لك اياها. رح تعرف حالك انك خلصت. يعني اخذت الخلاص الابدي. اخذت الحياه الابديه. اخذت الغفران. باي باي جهنم. ما في جهنم بقى. نار ابديه ما في. لأنه رح يغير لك قلبك. رح يغير لسانك. رح يغير عيونك. رح يغير أفكارك. إن كان أحد في المسيح. في المسيح. مش حد المسيح. مش ورا المسيح. مش قدام المسيح. فيه. فهو خليقة جديدة. هاي المسيحية. مش أنا أخلق بطائفة معينة شو ما كانت وتسمت علي وأنا يلا حط راسي بين هالروس. لا. الله عطاك عقل أنت تفتش وتميز. من هيك بقول بولس إن كان أحد مش في الطائفة الفلانية المذهبي. لا. في المسيح المخلص ابن الله الحي الأول والآخر البداية والنهاية فهو خليقة جديدة. هو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة من الطبيعة العتيقة الساقطة قال قد مضت. هو ذا الكل قد صار جديدا.
طب هذا الجديد منين يا بولس؟ قال والكل من الله. هيدا عمل الله على الصليب. أمن لك إياه بموت يسوع فتكون أنت بخليقة جديدة بقلب جديد، وأنت رح تعرف بروحك أنك صرت ابن لله، وتعيش على كلامه مش على راسك. هون ساعتها عم تبرن يسوع صار رب على حياتك. طول ما أنت عايش على راسك أنت رب حياتك، انتبه، يعني أنت إله نفسك، أنت مقله نفسك بدون ما تعرف. كل إنسان عايش على راسه يا أحبة الله هيك بينظره، هو إله نفسه. أنا ما في إله فوق راسي، بصلي له بعبده، هذا الشعب يكرمني بشفتي، ما بتضحك عليه، عم تعبده بشفافك، ما كسر كل وصاياك كيف بدك. إذا بتزني وبتسب وبتحلف وبتكذب وبتعمل أمور ما يمكن ما بتعمل غير، يمكن ما بتخطف، يمكن ما بتقتل، يمكن، بس رب يسوع إذا بتكره خيك أنت قاتل نفس. إذا بتحلف الشيطان عم يحكي بلسانك، فاتح باب لجهنم، يعني مش عارف. من هيك أنت محتاج للخليقة الجديدة، وهيدي اللي بيأمنها فيك روح الله القدوس. لحظة اللي بتعطي قلبك ليسوع الروح القدس رح يحل عليك ويختمك ختم أبدي، ختم بنوية الله. الله يصير بيك، هو رح يقلك، مش يعطيك تذكرة على الأرض ممكن تضيعها أو تحرقها، أو مثل ما أنا في فترة صار معي حادث سيارة راحت تذكرتي انسرقت، يلي شافني عمود تحت الدركسيون سرق المصريات وسرق التذكرة وراح، رحت عملت غيرها، فرقاني بتضيع بتروح. بس هذه الهوية ما حدا بيسرقها منك، رح تعرف انك صرت ابن السماء وإلك رجاء أكيد مع الرب السماء. بتحب تعيش هيك القز مش عارف حالك وين رايح وين جاي، وإذا بعد الموت وين رايح، ولا بتحب الليلة تنام أجمل نومي وأطيب نومي بحياتك مثل طفل أرتمي بين يديك، برتاح على صدرك، تحب ولا لا؟ تحب تنتهي من الصراعات وتختبر الخليقة الجديدة؟ لسانك وعيونك يتغيروا، قلبك وميولك يتغيروا، آخرتك تتغير، أبديتك تتغير، بدل ما تكون عايش بمجهول تعرف حالك وين رايح بعد الموت. إلا إذا عارف حالك رايح على جهنم بعد الموت كمان مش حلوة. لا، إذا عارف حالك خود قرار الليلة، أنا ما خلقني الرب للجحيم، أنا صنعني على صورته حتى يشوفني بالسماء عنده وما يصدق، شايفني مش مصدق، هيدا صنع ايدي. مثل ما بقول يسوع، قال في نبوة بتحكي عن يسوع لما رح يخدنا على السماء، رح يقوله للاب ها أنا ذا والبنين الذين أعطيتني، قول الأولاد أعطيتني إياهم، يعني هيدا ثمر موتي وعذابي جاب نتيجة لك ولني، يعني بينسى كل اللي عني. ورح لك شيء أحلى، شايف جراح يسوع هون وإكليل الشوك بإجراه، ما رح ينختمه إلا حتى يخلص آخر شخص بالعالم ويكونوا بالسماء، رح يضلوا الأثار موجودين إلى أن كل الكون يتغير وكل أولاده اللي قبلوا وتابوا، وتجي نهاية الأزمنة يجمع كل كنيسته وعروسته بالسماء. فوق ساعتها الجراح رح تلتئم، هونيك رح تلتئم، هلأ رح تضل. شو يعني؟ يعني بعده مقهور وعم بيعاني من ألام الصليب، لأنه في ناس بعد ما استفادت من هالكفارة، ما استفادت بعده، يسمع عن يسوع من هون مرة ومن هون مرة، وتقابلت مع حدا وشفت حدا خبرني، وهذا يمكن بسيط ويمكن هذا لعبين العقلات وكلامه طالع نازل، وانت رايح بخطاياك وجاي بخطاياك وسيف عديرة الله على رقبتك. من هيك قلت لك برومي بيقول أتستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته بألم، غير عالم أنما لطف الله ليقتادك إلى التوبة، عم بيقودك تتوب، مش تضلك مثل ما أنت. لكن
إذا أصريت على موقفك يعني من أجل قساوتك، قسيت قلبك، وقلبك غير التائب اللي ما تاب، ما ترك خطاياه عند الصليب، تذخر لنفسك غضبا. عم بتصمد يعني عم بتحطهم ببنك جهنم، انت بنك الدينونة، تزخر، عم بتزخر زخيرة لنفسك غضبا في يوم الغضب. انت رح تغضب وتجن شو عملت، ورح تشوف غضب الله قدامك. ودينونة الله العادلة، دينونته العادلة فوق ما في تبيض وجه. وانا مع فلان مرق لي اياها، وانا بعرف فلان، وانا سمعت عن يسوع، ولو ما انا من 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 الناس اللي كانوا بيعرفوا عن يسوع وبيجوا على كنيسة يسوع. الله لا يبرطل، لا فيك تبرطله لا بصلواتك ولا باعمالك ولا بحسناتك ولا بصدقاتك ولا بشيء، ببر يسوع الكامل وبس. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، بالفداء. هذا تبريرك. ساعتها شو بفرحتيك تكمل مع يسوع على طول؟ رح تعرف انك عايش بعالم غريب مش لألك، عايش بين الناس بتحبهم وصار قلبك عليهم، بس بتحس العالم مش رجائك بقى هالدنيا، مش رجائك بس البيت والسيارة، وإذا معك رصيد بالبنك ومصلحتك منيحة وعندك ناس طيبين وحلوين، ما عاد ملكوتك الأرض همك الأول. لا، هذه تزاد، رح يجيب لك إياها الرب إذا في حاجة. بس شو صار شبعك وقلبك؟ أنا على السما رايح لعند حبيب قلبي. حدا حابب بالليل ياخد القرار؟ الله يرفعك. يا ريت نغمض عيوننا يا أحبة. مثل ما قلت لك بالبداية، إبليس عم بيعمل مؤامرة عليك تضلك بخطاياك ويزد لك يهون لحظة ورا لحظة، مش يوم عن يوم، لحظة ورا لحظة. طب الآخر يصير رصيدك مخيف ومرعب وتفكر الله ما رح يقبلك. الله بيحبك ولو انك خاطئ، لكن حتى يخلصك من خطاياك، مش تضلك عايش بالخطيه. وانا بحب الله، الكتاب بيقول من يفعل الخطيه هو من ابليس، ومن يفعل البر هو من الله. بعدك بخطاياك يعني انت بيد ابليس، ولو راح ياخدك اذا انت بيده مع اخرته، لكن اذا انت في يد الله هاليلويا رح تكون معه للابد. من هون تشوف جوده بهالعالم ومعك وبركاته وحمايته لحتى تشوفه بكره بالسما، اروع واروع واروع. في حدا ليلي حابب يقول له يا رب انا بدي بلش معك، بدي ذوقك، بدي اختبرك، بدي أعرفك كمخلص الشخصي، بدي صير ابنك، بدي أتغسل بقى من خطاياي بدمك اللي بقول الإنجيل يطهرنا من كل خطية، وروحك يختمني ويغيرني ويعطيني الانتصار على كل خطية. حدا حابب ياخد قرار بهيدي الليلة؟ الله شايف قلبك. إذا حابب فيك تعطيني إشارة برفع إيدك ونصلي لك. أمين. في حدا بعد يا أحبة؟ إذا مش عارف حالك مخلص ما تأجل. أمين يا خيي. قل له يا رب أنا بدي أعرفك الليلة، ما بدي أطلع من هون وأنا بعدني بيد إبليس، ولا لساني خاضع لمؤامرات جهنم. يمكن لسانك عم بيعمل لك مشاكل بالعيلة بشغلك. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. حابب تختبر الخليقة الجديدة؟ صلي من وراي هالصلاة. يا رب تعبت من نفسي، تعبت من محاولاتي أن يتغير، جاي لعندك مثل ما أنا، أنت تغسلني بدمك، ترحمني وتغير قلبي وتغير عيوني
وتقبلني ولد من ولادك وتكتب اسمي بسفر الحياة وصير ابنك اللي بيفرح قلبك واللي بيرفع لك راسك بالعالم اللي عم يطعنك كل يوم يا رب وبيهنوك كل يوم بخطاياهم. قبلني بسماك يا رب، قبلني بملكوتك تصير ولد من ولادك وتخلق في قلب جديد يحبك ويطيعك ويعيش على انجيلك باسم المسيح. بشكرك لانك سمعتني ولانك قبلتني يا رب. ثبت اخوتي يا رب، حتى اللي ما رفعوا ايديهم، انت بتعرف قلوبهم. اذا حدا يمكن مستحي، انت بتعرف القلب يا رب، انت بتعرف الدوافع. مكتوب عنك فاحص القلوب ومختبر الكلى، الله البار. انت فحص قلوبهم يا رب، حول قلوبهم إليك فيعرفوا انك انت طيب ورائع وطويل الروح وكثير الرحمه. اكد لهم قرارهم في هذا المساء انه صاروا ولادك وصاروا يا ربي من الاشخاص اللي قلبك معهم وروحك فيهم يا رب، واصبحوا خلائق جديده باسم المسيح، فيعرفوا قلبا وقالبا الى كل المجد. امين. نشكر الرب على الكلمة الرائعة. محبة الله لنا ما لها حدود، فنصلي انه كلنا نكون قبلنا الرب وبلش الرب يستخدم كل واحد منا لامتداد ملكوته. امين. نعمة ربنا يسوع، محبة الله الاب وشركة الروح القدس تكون معي ومعكم الى ان نلتقي بسحاب المجد. اجتماعنا انتهى، الرب يبارككم. امين.